السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم الزول، تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناة أورون فيناك دي زاد، مزابوني دعونا جدد القدم لأول مرة يشوفونا، مرحبا بكم في قناة خوكم هواري فيناك. اليوم كالعادة كما قلنا لكم في المرة القادمة، نقول للمحسن أحسنت ونقول للمسيء أسأت. توجور راكتوالتي التصريحات النارية والقوية لمخترع كرة القدم عليلو بن شيخ، تصريحات قوية قام بها، غادي نحلوها، وقصف قصف وكلام مليح مليح. ما أدري، أنا من المعارضين لبن شيخ، وكل يعلم أنا واش دار لي، واش كان يتمنى لي الاعتقال والصلاح، ولكن الحاجة اللي يقولوا مليحة مليحة، ومدى بيه يستمر كي هو كي رضوان بوحنيكا يستمرون في محاربة هذه الاتحادية، وإن شاء الله إن شاء الله تكون لهم، تكون يقولوا ممكن تكون لهم توبة، الله أعلم. شوفوا دروك الفيديو، نشوفوه أنصامل ونحلوه، وخاصة روحوا شوفوا ديك اللقطة تاع في البداية من هذاك صاحبنا تاع السي سي بي، اللي قال له يفو، من قال لهم بنجي، قال له كاع يطيروا، الأخو قال له تاني الأم جي سيني الوزارة، الأخو قال نو وزارة الدولة تلعبليش بلي مو، قال له تبعوا عملي، تبعوا خو، شوفوا خوتي، وشوفوا القصف والكلام القوي من عند سمير لاماري، وخاصة من عند عليلو. شوفوا خوتي، كل واحد يتحمل مسؤوليته الآن. إذا سيزد شي راه وقت أنا عباش هو يدير، واش هو يستنى باش يروح لاسومبلي جينيرال؟ قالك نستنى رد الوزارة. بين الوزارة مش راح ترد. أنا لو كان جيت في بلاصة تشي، أنا سينسيرمون نروح ندير لاسومبلي جينيرال نقول لك علاه. هاي لا بون كيستيون، سيت اون انجيرونس ديريكت دو ام جي اس دون لي زافير دو لا فيدراسيون، وهذه راح تجلب لنا، راح تجلب لنا مشاكل مع الفيفا، مشاكل مع الفيفا. واضح، حنا ما سمعناش لي دو كونسلتون تاعنا. سيت اون انجيرونس هذه، سامحونا. عجبتني واش قال راشد، بارك الله فيك. الله يسلمك خويا. لو كان جيت أنا بريزيدون فيدراسيون نروح ندير لاسومبلي جينيرال. والله جيت أنا مسؤول في الدولة، غير كاع يحبسوا فيدراسيون ليغ اي لي بريزيدون كاع يحبسوا الدولة. قلت لم جي اس الدولة، رشيد ما تلعبش بلي بو. لا قلت لك هو اللي راهو، لا لا ما دخلتش كي كنت رشيد. انا قلت خديت كلامك، كنت بريزيدون فيدراسيون دير لاسومبلي في دار نحتار مريض، ولكن لو كان انا لو كان جيت مسؤول وعندي البوفوار اقسم بالله pour l'image de l'Algérie, غير يحبسوا فار ليك لي بريزيدون دو كلوب pour tout le monde. Ils ont sali le football algérien. ناس تعطيو مولاكم، كونوا عاقلين، كونوا عاقلين يا ناس، ولا بديتوا تهبلوا قولوا لنا، كونوا عاقلين. فوتبول الجزائر توسخ، وحنا مازالنا شكون يترشح شكون ما يترشحش. اليوم سي لا فادي لا فيديراسيون لو كوراج تروح لاسومبلي جينيرال، كل واحد يتحمل مسؤوليته، لان لو فيتون اللي كان من ديور لا سيركولار ولا سيركولار جبتو بينا فين مده ست شهور او سبع شهور. اليوم انا ما نامن حتى واحد، ني هاد الطرف ني هذا. راح لاسومبلي ممكن كل شيء يجوز، وتلغى الكلام تاع الوزاره الشباب والرياضه، وممكن كش ما تصرح حاجه اخرى، لان الحقيقه راهي هنا. اي مسؤول في البلاد هذه من رئيس الجمهوريه اللي نطلبوا له الشفاء ان شاء الله، دارني الاستوليخ، ماشي دارني حاجه، ما كانش دارني في العمل، واللي يخدم لتحت دو ترافاي بور سون بي. هنايا هنا راهم بافويا ولو نردو لالجيري صولم لوم بافويا هنايا. وعليه بركاونا ورضوان. انا نعطيك سؤال، اسكو لالجيري سي لو سول بي افريكان اللي ما دارش لا ميزون كونفيرمي؟ لا لا، انا سالت قبل، شحال كاين بزاف، كاين 13 على ما اعتقد. علاه الاصرار على الجزائر؟ وقلنا بلي، اسمح لي وانا ناكد، انا 90% من واش كاين مليح مليح في البونجا، ولكن لماذا الاصرار على الجزائر؟ لماذا الاصرار؟ لا، نعطيك سؤال، لانك هناك ايادي جزائريه تعمل مع الايادي الخارجيه،
هذا هو المشكل. هذا هو المشكل باسكو حنا في الجزائر كاين ناس كما قال عليه وانا نشاطرو تسبق المصلحة الشخصية على المسألة الوطنية. وهذا المشكل. وهذا من بكري. هذا مش غير من دوكا، من بكري. للأمانة من بكري. يا هل ترى مازالكم تأمنوا بالمعزطات كي تقولوا هذه القوانين اللي راحين داروا في مصلحة الكرة الجزائرية؟ كي تشوف الكونتوني. لا لا، أنا الكونتوني اللي راكو تفهموه فيه أنت نهار ما تقولوا كان لازم نعاودوا نوليو الناس لازم تتحاسب على الكرة القدم. وي سي تشوف لازم تتحاسب باش ندوزوا للمصلحة الكرة قوانين الكرة القدم. ولا ما واحد ما يصرى والو ومن بعد تجوزوا كاين قوانين جدد اقسم بالله وتخرج يدك بيضة من الكعبة الشريفة. ما انا شبيك هذا كان قبل ما نديروا القوانين لازم نجوزوا خويا واش درتوا الحساب. روح لهنا نتحاسبوا، روح نتحاسبوا بالابلا ما انا اللي نتحاسبوا ماشي اتس يتحاسب وإقراك ما يتحاسبش. لازم جوزوا المحاسبة. واللي ما درش تبارك الله نقول له كما يقولوا تبارك الله قتلونا بهذيك تبارك الله تبارك الله نزيدوا نقولوها واش أعطيك صحة ولي 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 توشى الأموال ولا أي شرف تاع البلاد لازم هو كان يتحاسب. دوك أنتم ما تكلموا وين قوانين جديدة تهضر ليش أنا على القوانين نهضروا الحساب وما نروحوا القوانين ياسر. علاش أي واحد برا يتحاسب كي غلط تحاسب؟ علاش هنا ما يتحاسب في الرياضه يتحاسب؟ انا انت ما هضر مع دوك هكذا دير قوانين. خلينا نسمعوا يسعد. شفتوا خاوتي، شفتوا خاوتي كياه كي الشيات تدخل في الشيات تدخل حشاوات لعبوا له السادقه دخل حسب روحها بلي سايجاو معاه حسب هو في الديره في راسه بلي هو يمانيبيلي بن شيخ ويمانيبيلي سامي لاماري ويمانيبيلي بوحنيكا. انت كمريت مانيبيلي هادوك هادوك بوحنيكا على بالك بلي صحافي ماكر ماكر ماكر. بابا قلنا نقولوها ونعاودوها بن شيخ انت دايرك يدير بك التوازن تاع الحصه باسكو ما يهمش يجوه الناس باسكو مادا به يجيب المعارضين تاع زتشي ويجيب وحدين مساندين تاع زتشي. مساندين تاع زتشي ماهمش يبغوا يجوا خوافين ما يطيقوش يقابلوا ما يجيبوك انت يبلعوا بك الحصه وانت على بالي بلي راك تروح تقول لهم من خصكم واحد راني هنا يبلعوا بك دائما على بالي بها. وهاي شوف شوف هذه اللي عجبتني قال قال اي فوتي مي باش قال لي تاو قال اي فوتي فلان 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 ام جي اس باش قال اي دخلش ما دخلش الام جي اس. ام جي اس هي الدوله لما ام جي اس هي اللي تقضي عليهم سي فري الام جي اس هي اللي تقضي عليهم ولا الاخر جات على قلبك قال لك مانيبيليتهم غادي يدخلوا الام جي اس ويطيحوا على الام جي اس. ما يطيحولكش على الام جي اس هذوك غير راسك وزير الشباب والرياضه ما يطيحوش عليه من شيخ تبع بعد من شيخ تبع الدوله من بكري ملعب في بوتفليقه في تبون في عبد القاهر في الدستور في كلش تاب وحنيك مع القاوي وكاع هكا في تعزت شي راه عاجبنا. شوف ما تنعاودوها لكم الوزاره مش راح تحترم. انا لو كان جيت في بلاصتي انا سينسيرمون راح ندير لاسامبلي جيرال باسكو اون طون كالير سي ديال جي ام جي اس دون لي زافير دو لا فيدراسيون وهادي وهادي راح تجي لي بلا راح تجي لي بلا مشاكل مع الفيفا مشاكل مع الفيفا ما سمعناش لي دو كونسلتون تاعنا علي فينا جي رونس هادي سامبون شنو عجبتني واش قال راشد بارك الله فيك الله يسلمك. لو كان جيت انا بريزيدون فيدراسيون نروح ندير لاسامبلي جينيرال جيت انا مسؤول في الدوله غير كاع يحبسوا فيدراسيون اي ليغ اي لي بريزيدون كاع يحبسوا الدوله قلت لا مجي سي الدوله رشيد ما تلعبش بليبو نعاودها مسؤول في الدوله غير كاع يحبسوا فيدراسيون اي ليغ اي لي بريزيدون كاع يحبسوا الدوله قلت لا مجي سي الدوله مجي سي وزاره ما تعملش بليمو قزاع والربتيره يا رب لك قزوه كي دايره فيديراسيون اي ليغ اي لي بريزيدون كاع يحبسوا الدوله قلت لا مجي سي الدوله رشيد ما تلعبش بليبو علاش ما يلعبش هو اللي راهو لا لا هذا ما دخلتش كي كنت رشيد انا قلت خديت كلامك كون انت بريزيدون فيديراسيون دير لاسومبلي في دار طار مريض ولكن با 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 قال لك تلعب ليش ليمون الاخر عجبه قول لك هو صايب بشي غادي تعلى الوزير شي قال ما تلعبش على ليمون ام جي اس هي الدوله وزاره الشباب والرياضه هي الدوله مينيزو لا جونيس دي سبور ام جي اس يا حي حي تعب تاع ما بالشيخ تحشمش مزال تقابل ومش تجي تقابل عمي عمي تعبوا فيا
لي شيان جاي غبغا وا ادير مالك ادير مالك انت يا ودي كنا نحكي كنا نتقرع ما نهضرش خلينا منه ما نقيموش باسكو ما يستاهلش التقييم الدوسر في الصيف تاعك يا زح واخوتي جدو بن شيخ عجبني اخو مام لاماري قال لهم الا هو راجل يدير الندوة يدير الاخر يدير لاسومبلي جينال ما يديرهاش كوم شي ام جي اس وراه يطلق في شوف راه يطلق في لامسو باش الدوله تعترف به راه يدوموندي باش يترشح باش يعطوه لاكور باش ترشح قال يقول استع هذه الدوله عطاتني لاكور باش نترشح الفيفا ولا نترشح هذا الكاف غير هو بغير ديك الورقه وعلى باله بلي يخسر من بعد ما يتقرب الانتخابات ينسحب يدير روتيري الدوسي تاع بلي ما قديش الكولاسه منها ما قديش يخرج هو باغي يجيب اعتراف من الوزاره ان شاء الله الوزير ما يعطيش هذا لاكور الله اعلم الايام هي اللي تبين لنا هادي يا خوتي شفتو بن شيخ قال لهم قال لك من كرازهم كاع ويحوسوا دخل هذاك الشيات حوس يقول لك لا عندنا دي بروبليم مع الفيفا واش دخل الفيفا واش دخل ها تاع السنغال ما بدلهاش كي 18 بي دوك من بعد نجيب لكم اسمه تاع لي بي كي 18 البي ما كيفتش القانون تحاول تدخلوا فيفا تخوفونا بالفيفا فيفا راهي سامعه بكم نتوما ايا دروك كاين كورونا ما كاش لي زاسومبلي كاين كورونا نورمال دير لي تاعك تاع الفوتي ايا كمل الموضع تاعك ديريكتوار والله يسهل ايا ندخلوك في حيدر اوكي جيت تحصل اه قال لها ما تلعبليش بلا مواه اخويا بصح بن شيخ عطاه جبني في هذه تاكيد لا سيتو كاين واحد اللقطه مازال ما لقيتها تاع اللي قال لها مالك جبت الاخبار هذه مالك جبت قال لها لا سومبلي جينال لا ما قالهاش كاع في الندوه الصحفيه هذا الشيء ما قالش كاع دوك الارقام 800 600 يكذب نورمال ويشيط لهم نورمال ويدير لابروس يضل اجور مع رومبو الرابطه اجور هو وياه وهذا كان مع السيستم قديم عاود من السيستم هادي بصح نقسم لك بالله في السيستم منها اللي تشونج الاتحاديه عقل لما شويتكش والله نحبسك بالصحافه الجزائريه والله ما تزيد دور فيها هاي والله هي تزيد فيدراسيون ما تجي تدخلها هيا باش اللي جيت تشيتو له اللي جيت له لابروس يا لطيف ما كمامي كي دايرين شتو خوتي بن شيخ عطاهم ضربه مليحه عجبني من قالهم 7 أشهر وانتم مدخلينا في الفيلم ها منا ها موشيشة ها قواني ها قام بعد الصحة ما كان والو هنا راهي تي هنا بن شيخ راهي يضرب في الوزير باش ينطقه وبن شيخ على بالي بلي عندك الدواسة بلي ها راح فيها راح الغالي راح تعجبتني راك مليح كمل راك في شوف راك في لابونفا راك عاجبنا قيمة كان باسكو الدور نعطوك ها الدور تاع ما تأمنش عقلك احرز الدور قعد ما تبدلوش علينا ها واخوتي ها يا خويا عجبني قال لهم فسدتوا وسختوا الفوتبول الانجليان قال لهم لا حول عبك جورج راهم يا خويا راه عجبني ما عندك الكوراج من جابه فهو تعرفوا يتبع الرابحه هو عندها ضمانات رانا بابا بابا هذه يا خوتي شتو حنا نقولوا للمسيء اسات وللمحسن احسنت من شيخ شتو لي ديكلاراسيون تاعه وانتم حللوا ناقشوا عطونا رايكم ولكن معليش خلينا بن شيخ خلوه مادام راه في صفنا خلوه خوتي خلوه عادي في البلد نخلوه خوتي باسكو نحتاجوه في هذا المومو وحاجه مليحه قال لك المحاسبه قال لك قبل ما تروحوا ماشي غير روح فانت عهده قال لك المحاسبه خويا المحاسبه اللي دا ضروري يخلص ماشي تقعد تبغلو وما باح رومبو فوطي راه اخر ديك لا قلت لنا في الجزائر هذا الجزائر شفتوا البارح الفوطي نحكي لكمش على البوليتيك باسكو نفوت لكم الدستور قولوا لا ولا قولوا واه حنا نفوتوا انتم مجرد بيبليسيتي في لاتيلي وصاي خوتي شنو نقول لكم مرحبا بكم توجو في قناتكم مجدد من الفيديوهات ان شاء الله والسلام عليكم.